آراء الآخرين يا سيدي، رأي الآخر بك هو رأيه، لا يشترط أن يعكس حقيقة ما أنت عليه. ربما أنا اليوم أحبك فأراك فأمدحك، غدا مزاجي سيء جدا جدا أراك أذمك. أنا كنت أجاملك واليوم أقول الحقيقة، فلا تعتمد على آراء الآخرين. الناس لا تفكر بك، أنت لست محور العالم. أنت حينما تراني وتقول ما رأيك بي، أنا الآن أفكر بك هذه اللحظة، لكن أمس ما كنت أفكر بك، قبل دقيقة ما كنت أفكر بك. فلما رأيتني وسألتني ما رأيك بي، الآن أفكر بك وأخرج لك الرأي. فلا أحد يكترث بك ولا يهتم لشأنك، فالناس فيها طبع الأنانية تحيا لذاتها فلا تفكر بأحد. آراء الناس ليست معيار للصواب والخطأ. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ آراء الناس حينما صدح بالدعوة وجاءت كل قريش تقول يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا وفرق بين الابن وأبيه وبين الأم وابنته. الإنسان الذي يعطيك رأيه هو متقلب. هل تعلم يا سيدي أن مزاج الإنسان يتغير جدا جدا بحسب الأيام؟ فيا سيدي أيام الأسبوع تؤثر علينا وتتغير في آرائنا وتغير من نفسيتنا، فلا تظن أن رأي الناس مقدس، ولا تأخذ رأي الناس على أنه نص قرآني مقدس لا يتغير. فلماذا تجعل لآراء الناس المتقلبة أجعله لباسا لي؟ فاليوم يعطونك لباسا فضفاضا وغدا يعطوك لباسا ضيقا، فاكتراثك بآراء الناس تجعلك تفقد شخصيتك، تفقد ميزان معيارك لإتيان الصواب والخطأ، لمعرفة الصواب والخطأ، لمعرفة الحق من الباطل. كل هذا تفقده. لماذا؟ لأنك تسعى لإرضاء الناس وتسعى لجعل الناس يرضون عنك. ثم تعال، فرضا أناس تكرهك ولا يحبونك، هل تعلم من السذاجة أن تسعى لإرضائهم؟ سئل أحدهم لماذا يسعى الشخص لإرضاء من يكره؟ قال لأن هذه طبيعة في الإنسان. الإنسان يحب المدح ويحب أحياناً يصبح عنده عنصر تحدي، لماذا فلان يكرهني؟ سأثبت له أني جيد وأني على خير. تعلم أن هذه بداية الفشل. دعهم يكرهونك، دعهم لا يحبونك، آراءهم متقلبة متغيرة. إذا أنت سعيت لإرضاء هذا وهذا وهذا، أنت تفقد آراءك الصلبة، الأرض المتزنة، أنت تفقد الهوية، تفقد الشخصية، تفقد اتزان العقل حينما ترضي هذا وهذا. حتما سيقع الخلاف. الذي يكرهك أحيانا لا يكرهك لسوء فيك، بل يكرهك لنعمة فيك، يكرهك لحسد فيه أو لغيرة فيه، أو يكرهك لأنه فاشل وأنت ناجح. فليس كل من يكرهك يا سيدي على صواب. احتمال كرهه لك بسبب نعمة أعظم بكثير من كرهه لك بسبب فكرة. لهذا لا تكترث بأحد. أعطيك نصيحة من ذهب: من يتغذى على آراء الناس يستمد قوته من الناس ويأخذ ضعفه من الناس، ومن يتغذى على آراء الناس سيكون قوت يومه من الناس وقوت عقله من الناس، وسيكون كل ما يرى من التفاؤل من الناس وما يرى من السلبية من الناس. لهذا لا تكترث بالناس. انظر لنفسك، لمرآة نفسك. قوة شخصيتك تنعكس أحياناً بقوة عرضك للأمر، للفكرة، بعدم اكتراثك للناس. لو جاء رجل وعرض رأيه بكل الوقاحة بك وبلا استحياء، لو أنت استحييت وقبلت رأيه سيأتي مرة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة حتى يأخذ السيطرة الكاملة على عقلك وآرائك. هناك شخصيات من الناس تحب الهيمنة بأفكارها. وضع الحدود يا سيدي هو نوع من استقلالية الفكر ونمو الروح. كل إنسان في فلكه يسبح، فلهذا من قوة شخصيتك أن تعتمد على ذاتك. إن كنت ترى نفسك صوابا فاذكر الأنبياء من قبل. يأتي النبي لوحده قال عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن قومه الذين في عصره لم يؤمن به أحد وخالفوه لكنه ثبت. أحيانا إصرارك على الفكرة نجاة لأمة. ولا تنظر للقطيع، هؤلاء يتقلبون مع الزمان، فالناس تتقلب في آرائها، تتأخر في استبيان الحق. إذا كنت أنت مقتنع بفكرتك اعرض، طالما لا تخالف الدين ولا تخالف العقيدة اعرضها، واعلم الله عز وجل شان ويحب ذاك الرجل الذي يرى الحق فيتكلم بالحق. لو أن أبا بكر خضع لآراء الناس في قضية الإسراء والمعراج لما سمي الصديق. فهو موقف واحد منك تقف على فكرتك تصر عليها يسجلك التاريخ في أحلى صفحات.